بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء في قناة باقة أفكار، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل إكسار لنبات الواشنطنية، وده عبارة عن نوع من النخيل جلب إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، هي الموطن الأصلي ليه، وسمي بالاسم ده تيمنا بجورج واشنطن. دي البذرة بتاعت الثمار، والثمر بيبقى فيها غلاف فوق البذرة لونه أسود، وبيبقى عليه ندوة عسلية، وفي صعيد مصر بيسموه حب العزيز، وبيتاكل القشرة السودة الخفيفة أوي دي اللي مندية بالعسل، غير حب العزيز اللي موجود اللي هو عبارة عن درنات نبات السعد في الوجه البحري. هنشوف ازاي ده هنعمله اكسار مع بعض. انا باخد البذرة وبحطها في طبق زي كده او اناء من البلاستيك، وبعدين بحط لها مية تلات ارباع الاناء كده، وبغطيها بقماشة خفيفة مبتلة برضو زي كده بالظبط، وبراعيها ان انا ابدل كل يوم ابص عليها لغاية 15 يوم، وهبتدي الاقيها نبتت. ده شكل الاناء اللي انا نقعت فيه البذرة وابتدت تنبت، وكنت بغير المية كل 3 ايام واحط مية جديدة. بصراحة هو العدد كبير جدا على الإناء ده، لكن أنا محبتش أحط أي بيئة من تحت قطن أو قماش، لأن لقيت إن الجذور بتتشعب وممكن تلزق فيه، وأبقى صعب عليا إن أنا أطلعها منه لما أجي أزرعها أو أنقلها للتربة. دي شتلة أهو، هنلاحظ كده التشابك بتاع الجذور. شايفين الشتلة جميلة إزاي وكمية الجذور اللي فيها كده. أنا باخد الشتلة دي وابتدي ازرعها في التربة، هنشوف ده ازاي مع بعض. كده انا الشتلة اهي بالجذر بتاعها، والبذرة ما زالت فيها او النواة، انا بحطها زي ما هي كده بالظبط في جزء من التربة، وما بحاولش حتى احطها في النص ولا حاجة، وابتدي اكمل القصيص بتاعي ده او الاناء الصغير قوي ده اللي هو انا زرعت فيه بالتربة. وبعد ما بكملها كده ببتدي اديها شوية مية، بقى افضل كده اسقيها كل يومين مرة، ابللها تبليل خفيف، وحنوصل مع بعض لنتيجة هنشوفها زي ده كده بالظبط اهو. ده ليه 3 ايام مزروع، شايفين حجم الورقة ابتدى يعرض اهي ويبان. نفس الكلام اهي تانية اهي، هنعمل كل دول مع بعض وارجع لكم نشوفهم سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الثاني من تصوير فيديو اكسار نخيل الواشنطنية، ودي الشتلات بعد ما حطيتها في العبوات الصغيرة دي. طبعا انا كان ممكن ازرعها في قصص 10 سنتي او 12 سنتي من الاول، لكن انا بحب استفيد من اني اعمل عدد كبير جدا في حيز ومكان ضيق، وبعدين اعمل لها تفريد لما تكبر شوية، واتأكد من نجاحها في العبوة الصغيرة دي، وان شاء الله هوريكم ازاي بندورها بعد ما تكبر. حاجة تانية احنا هنعملها برضو النهاردة وكانت مبتلة معانا اهي، اللي هي بذور نخيل البلح دي اهي، نواة التمر، وكانت موجودة في نفس عبوة الواشنطنية. عملت لها تنبيت، واضح طبعا ان الساق ابتدت اهي تظهر، وده الجذر. هنحطها كده في التربة، وهحط عليها التربة بتاعتي، وهبتدي اسقيها. هي برضو لما توصل لحجم كبير شوية وتأكد من نجاحها في العلبة الصغيرة دي، هبتدي انقلها لقصيص اكبر. ده كل الكم اللي انا عملته، ولسه العبوة ما زالت ممتلئة، هفردها كلها ان شاء الله في العبوات ونشوفها في المرحلة اللي جاية. شكرا لاهتمامكم واستماعكم. شكرا، سلام عليكم.